اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده فيديو جديد هنتكلم فيه عن برج الجوزاء، وهنتكلم عن صفات واسرار وخفايا برج الجوزاء اللي لازم تعرفها عنه لو انت معجب بيه او عايز ترتبط بيه، والحاجات دي تخليك تفهمه اكتر وتعرف ازاي تتعامل معاه. فالنهارده هنتكلم عن برج الجوزاء. يا جماعه بصوا، اول مره تتفرجوا عليا عايز اقول لكم ان في اشاعه غريبه طالعه عليا ان انا ما بحبش برج الجوزاء، وان انا عندي مشاكل شخصيه مع برج الجوزاء. المهم ان انا في مفاجاه، بس عشان الفيديو ده اهداء لواحده صديقتي كده عاقه كده، ففي نهايه الفيديو هقول لها اهداء، فركزوا معايا عشان تعرفوا مين صديقتي دي. طيب انا مبدئيا برج العذراء بحب برج الجوزاء، بتفق معاه جدا، ومفيش حاجه من الكلام والاشاعات اللي بتطلع عليا من موضوع برج الجوزاء ده. فيا جماعه بطلوا اشاعات، يعني عايزه اقفل بتاع الاضاءه دي عشان شكلي فيها مختلف تمام. طيب خلونا بقى نتكلم عن، لا نفتح الاضاءتين، نتكلم عن ايه بقى اهم صفات برج الجوزاء اللي مجنن الناس كلها دي، عشان دي الريسبي بتاعت الشخصيه اللي خلاص خلت الناس كلها تتجنن منه ومش عارفين ازاي يتعاملوا معاه. مبدئيا كده برج الجوزاء اسمه جوزاء عشان هو اصلا عنده شخصيتين، ويمكن يكونوا اكتر على فكره، مش عايزه اصدمكم، وعلشان كده احنا سميناه برج الجوزاء. حتى اللوجو بتاعه او الساين بتاعته في علم الابراج اللي هو شخصيتين كده، شخصيتين مختلفين، فهو عنده شخصيتين مختلفين كتير 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 يا جماعه، شخصيات كتير قوي جمعت وعملت شخص انسان. اولا شخصيه جذابه جدا جدا، جذابه يعني كاريزماتيك كده، عنده كاريزما، عنده حضور جبار، سريع، شخص سريع، شخص متحرك، اكتف، هايبر، طاقه 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 كتير جدا جدا، شخص انرجيتك قوي، متحرر، open minded، بيحب الانطلاق، بيحب السفر، بيحب الحركه، بيحب الخروج، بيحب السهر، بيحب كل حاجه فيها اكشن، هو بيحب الاكشن كده، ومتمرد، شخص متمرد، ما بيحبش القيود، بيكره القيود وبيكره الاوامر. اياك تحاول تدي برج الجوزاء اوامر، هو بيكره الاوامر، بيكره القيود، بيكره النكد، بيكره الزعل، هو بيحب كده الفرفشه والنعنشه، والنعنشني نعنش وفرفشني فرفش، زيه زي برج الحمل وبرج الميزان برضو وبرج الدلو. هو برج هوائي، فبالتالي هو شخص بيحب الانطلاق كده، بيحب الحريه، بيحب كده يطلع يجري كده، مجنون حبتين حبتين ثلاثة أربعة خمسة. بيحب على فكره، بيحب الجنان، هو بيحب الجنان، هو مبسوط بنفسه كده. مع ذلك اقول لكم على سر خطير جدا جدا اول مره تعرفوه، ان برج الجوزاء بيحب يعني يرتبط بشخص هادي، بشخص يعني مستقر كده، عشان يعمل بالانس معاه. يعني الجوزاء ما يحبش يرتبط بحد مجنون على فكره، يحب الشخص الهادي كده، الشخص المستقر اللي عنده استقرار كده. متواضع جدا جدا يا جماعه، عندي دراسه بجد، عندي اصحاب كتير قوي 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 جوزاء، هقول لكم اسمائهم في الاخر كده عشان افضحهم واحده واحده. فهم مش من الاشخاص اللي هي برج الجوزاء مش من الاشخاص اللي هو متكبره، مش متكبر خالص، بالعكس هو متواضع جدا، ولا بتاع فشخره ومنظره والحاجات دي خالص. ما بحبش حد يتسلط عليه ولا هو يتسلط على حد، هو مش من الابراج المسيطره المتسلطه، مش بتاع تسلط، ومش غيور قوي. مع ذلك الست الجوزاء اكثر غيره من الراجل الجوزاء، الراجل الجوزاء مش غيور خالص، هو اوبن مايندد جدا، اما الست الجوزاء غيوره غيره مش طبيعيه. بيعرف يعبر عن الحب بكلام، يعني بيدلع اللي معاه في الكلام بقى، يعني لانه متحدث دبق جدا، بيعرف يتكلم حلو قوي، فلكسبل كده، تحس انه فلكسبل قابل للتكيف، ملول جدا جدا، بيزهق بسرعة، مش روتيني خالص، مش كلاسيكي خالص. راجل الجوزاء مش من الرجالة كلاسيكية، مش زي راجل التور مثلا، مش زي راجل العقرب، لا هو مش كلاسيكي خالص، مش روتيني خالص. طموحين جدا، الجوزاء شخص طموح، شخصية قوية. جوزاء على فكرة مفاجأة ان هو شخصية قوية، ليه حضور كده، تحس ان هو ليه وجود، دايما هتلاقي صاحبك الجوزاء ده اللي هو موجود والناس كلها متجمعة حواليه بقى، والراجل الجوزاء ده تلاقيه متجمع وكل البنات بتحبه، كل البنات حلوين يعني. ذكي جدا، برج الجوزاء من الابراج الذكية، مندفع، متسرع، مندفع جدا، متهور جدا جدا جدا، مندفع قوي، سريع ردود الافعال، بيعرف ازاي يعبر عن حبه، بيعرف ازاي يتكلم، متحدث لبق، متحدث بارع جدا جدا،
رتمه سريع، الجوزاء سريع قوي، عايز كل حاجه، حتى بيدخل في العلاقات بسرعه لان هو شخص اجتماعي. يعني انا برضو صديقتي اللي بحكي لكم عنها دي خرابي، انا عايز اقول لكم ان انا مش سهله اتعرف على حد، لا دي فظيعه، ممكن تتعرف لكم على الاتوبيس لكبه بالكروباس الطياره كلها، تنزل من الطياره ما تخطب وبص الناس كلها باي سوسو باي زوزو. هو بنت اختي لارا يا جماعه، لارا عمر الشورى، وعايزين نحييها كلها، اي لاف يو لاري، برج الجوزاء. لارا دي مامتها بتقول لي بنروح المول وهي ماشيه باي باي، عماله بتوزع قبولات وباي بايات وحاجات كتيره جدا. الكلب هيجي يقتحم مني دلوقتي حالا وعايز اهرب، ماشي. فهي لارا اجتماعيه سوشيال، مصاحبه العماره يعني مامتها فيرجو، اختي عذراء، هما ساكنين في دبي، اختي ما تعرفش اي حد في العمار، بتنزل معاها في الاسانسير، اسراء اختي ما تعرفش جيرانها كويس، ففجاه تلاقي لارا باي تانتي باي، قولي هاي لاري، ايه ده انتوا عارفين لارا؟ فتلاقيها منتشره كده البت، ما هو برج الجوزاء تحسه منتشر ويتوغل ويتوغل يتوغل، عنده حضور مميز كده، شخص مميز في حضوره، ايجابي جدا جدا، شخص تحس كده بالطاقه الايجابيه، هو كل ما يكون عمرك ما هتزهق منه، عمرك ما هتمل منه، على طول عمال تضحك معاه وتهزر معاه، يعني ايجابي كده، بيكره السلبيه وبيكره الناس السلبيه وبيكره الناس النكديه، عارفه اياته الطاقه السلبيه غوري غوري غوري، هو كده ايجابي جدا جدا جدا. بيحب الاهتمام، بس مش الاهتمام الاوفر، يعني انت لو بتحب جوزاء، مهتم بجوزاء، معجب بجوزاء، اهتم اهتمام متوازن، لان انت لو اهتميت اوفر هيهرب منك، ولو ما اهتمتش خالص هو عايز برضو حد يهتم بيه ويساله ها كنت فين عملت ايه خلصت شغلك، فهو بيحب الحاجه البالانس. اعرف ان انت لو اتدلقت عن الجوزاء هيهرب منك، هو بيحبش حد يخنقه، يعني بيحبش الخنقه كده في الاهتمام، حتى مزاجي كده، هو مودي سوبر مودي، طبعا معروف مزاجات الجوزاء اللي هو احبك اكرهك بتاعت عمرو دياب دي معموله اصلا عشان تعبر عن برج الجوزاء، فهو مزاجي جدا جدا، صاحب مزاج برضو، يحب يدلع نفسه، هو يحب يدلع نفسه، يحب يدلع الشخص اللي معاه، فالمزاج ده الجوزاء ده دلعني ودلعك، اوكي هو نظامه كده، انت دلعني وانا هدلعك. بيكره، قلنا ان هو بيكره الناس النكديه والسلبيه جدا. هو عاشق للحريه يا جماعه، هو يحب الحريه كده، دي له انطلاق، اطلق يداه، عنده fear of commitment، وصاحبتي برضو اللي انا عامله الفيديو ده عشانها عندها fear of commitment، ما بيحبوش الارتباط على فكره، مع ان هو لازم يكون في حياته حد، بس مش هنرتبط، احنا في حياه بعض بس نرتبط لا، هو كده. قوي الملاحظه جدا جدا، بيهتم بالتفاصيل قوي، دقيق، هو مش عميق ومش دقيق، بس مواعيده بقى يا خراش، الفيديو ده معمول عشان الموضوع ده، انا هحكي لكم قصه كمان شويه. مواعيد زفت، ما تاخدش اي مواعيد من برج الجوزاء والله العظيم يا جماعه، مواعيد الجوزاء استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله، شويه ملخبط شويه مش عارف هو عايز ايه. شجاع جريء، شخصيه قويه، مش متوقع اطلاقا، سوبر كريزي، مجنون كل ساعه بحاله، عارفين ان هو شخصي، كان في اغنيه بتاعه جنات كده اللي هو حبيبها كل ساعه بحاله، هو كل ساعه بحاله كده. بيحب التشالنج، بيحب التحدي، بيحب المغامره، بيحب التغيير قوي 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 قوي، بيحب يجرب، بيحب يدخل يجرب حاجات جديده، حتى الراجل الجوزاء والست الجوزاء يحبوا يجربوا حاجات جديده، يحبوا ينطلقوا، يحبوا هم بيحبوا التجريب جدا، شخص واضح صريح جدا 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 جدا، لدرجه ان هو ممكن يلاقي ناس بصراحته المفرطه، يعني هخبطك في وشك، يعني هخبطك في وشك. شخص مؤثر، انفلونسنج كده، زي ما قلت هو بيتكلم كويس، بيجمع الناس حواليه كده، تحس ان هو بيعرف يجمع الناس بقى ومنطلق كده، وهو اللي ينظم الخروجات ومنظم الحفلات والسهرات، وعامل جروب الواتساب يلا يا جماعه نخرج نروح فين. مرح، هو مرح، دمه خفيف جدا، يا خرابي على لاري يا جماعه، بنت اختي دمها خفيف جدا، انا كل اصحابي برج الجوزاء دمهم خفيف جدا جدا. متحدث لبق، بارع، بيعرف يفتح مواضيع كده، طول ما انت قاعد معاه تعرف يجيب موضوع من الشرق وموضوع من الغرب، عمرك ما هتزهق، لا حياته مع الملل مع برج الجوزاء. هو بيحب الناس اللي على فكره دمها خفيف، يحب الضحك والفرفشه كده، فهو يحب يضحك معايا، حياتنا زي مع بعض زي الفل. عايز يخرج، بيكره البيت، ما بيحبش قعده البيت، ما بيحبش الروتين، بيهتم قوي بالتفاصيل، بيهتم بيحب التحدي، الجوزاء حطه في تحدي هيحبك قوي قوي، بيحب الحاجه الصعبه، ما بيحبش الحاجه السهله. بيحب كمان، مش متوقع، مش عقل، ما بحبش عقل، هو بحب الحاجات كده اللي هو ايه، يحب يستمتع بالحياه، هو يحبش النهايات، هو يحب يستمتع في الوي اكتر، في هو من النوع اللي يستمتع في طريقه اكتر، يعني استمتاعه او فرحته بوصوله لهدفه
في حياته اللي هو عايشها. يا جماعه طبعا تعرفين ان محمد صلاح مو صلاح برج الجوزاء، وما ادراكم ما برج الجوزاء وما هو طموحه وشطاره برج الجوزاء. محمد صلاح من الناس اللي هم ايه يعني، هو الناس بتحب برج الجوزاء عشان محمد صلاح طبعا. هو برج الجوزاء من الابراج اللي تتحب، انا شايفاه بتحب جدا، بس ما تحملوش مسؤوليه. يعني هو مش بتاع مسؤوليات خالص، مش بتاع مواعيد نهائي نهائي اللي في بالي يعني. خلقه ضيق، الجوزاء من الابراج اللي خلقها ضيق قوي يا جماعه. يعني مش صبور، مش صبور خالص. هم اتراكتيف، شخصيات اتراكتيف، تحس انهم جذابين كده، في نوع من انواع الجاذبيه والدهاء. الذكاء الاجتماعي عندهم ذكاء اجتماعي رهيب، عندهم قدره على الرد مش طبيعيه، يعرفوا يردوا، يعرفوا ياخدوا حقهم، ما بيسيبوش حقهم. متطفل شويه، متطفل يعني يحب يعرف التفاصيل ويحب يعرف كل حاجه. فضولي جدا جدا جدا. وبرده صاحبتي اللي هقول لكم عليها دي برده كده، مش عميق ومش دقيق، ما بحبش الدخول في التفاصيل قوي، بس هو قوي الملاحظه جدا يعني. لا شخصيه قويه، شخصيه. بص الجوزاء كمان من النوع اللي مش يعني، هو بيتعرف على ناس كتيره، بيعرف يعمل علاقات بسرعه، بس هو مش شديد التعلق. يعني هو بيتعرف على ناس بسرعه وينسى بسرعه، فهو ايه، تحس ان هو انرجيتك كده في العلاقات، يلا اتعرف على دي شويه وانساها واروح لدي. هو مش من النوع اللي بيقعد بقى يتعلق بالماضي زي كانسر وزي العقرب والحاجات دي خالص. هو يلا اقلب علاقات جديده، شاطر قوي في صناعه الاجتماعي جدا، فبيعرف ملك الكوميونيكيشن برج الجوزاء، بيعرف يعمل علاقات حلوه عشان هو شخص اجتماعي جدا جدا. تحسه مسلي كده طول ما انت قاعد مع الجوزاء، عمال تضحك تضحك تضحك. المهم يا جماعه، الفيديو ده ديديكيتد لماي بيست فريند من ايام ما كنا في المدرسه، علا طاهر. اقسم بالله علا اللي هفضحك، وانا وعدتك ان انا هفضحك يا جماعه. علا كانت متفقه معايا ان احنا هنتقابل النهارده، كلمتني طب هنتقابل، يلا انا لبست ومستنيه الست هانم علا تعدي عليكي 10 دقايق، 10 دقايق وجايه لك. ماشي، كنا هناكل مع بعض يعني. استنى الست هانم علا تعدي عليا، ما بتعديش، اتصل بيها ما تردش. ماشي، عدت نص ساعه، عدت ساعه، عدت ساعتين، ردت. ايه يا علا انت بتستعبطي، انت فين؟ إيه لا اصلا انا كسلت اخش التجمع فرحت مصر الجديده. مره تانية بقى، طب ما اعتذرتيش ليه؟ عشان لسانك الطويل، عايز اعرفك تقعدي تهزق مواعيد زفت. نسيت اقول بقى برج الجوزاء ايكوال علا طاهر بتجيبه ازاي بقى؟ انت بتجيبه ببطنه، والله العظيم يا جماعه. بتخانق معاه تعزمه على اكل حلو هيك، عايز تجيبه في الحب اكله، والله يا جماعه. صاحب جوزاء بيحب الاكل قوي قوي. ريم صاحبتي برضو، ريم شوقي برج الجوزاء، اكل اكل، بيحبوا الاكل كده واللغمصه كده، واكلني اكل يعني. اما مواعيد يا جماعه تحت مواعيد زفت، ما فيش، بتاخدوش مواعيد من برج علا. انا كفيت ووفيت على الاستاذه، قلت لها هفضحك على السوشيال ميديا، اخي ما يهمنيش افضحيني، فانا قررت ان انا افضحها. مواعيد يا جماعه اقسم بالله العظيم، في رمضان مره كانت هنفطر مع بعض، بنفطر الساعة 7، جات لي الساعة 11 بالليل، متخيلين؟ يعني قادرين تتخيلوا المواعيد؟ بس تحمل المسؤولية تحت الصفر، أقسم بالله العظيم. ودبش بقى، دبش دبش دبش، خربت الدبش. يلا، على الله على الله على الله أشوفك تاني في المنطقة. ماشي، قولوا لي يا جماعة الكلام ده بيتفق معاكم ولا لأ؟ قولوا لي اتفرجوا عليا فين، وأنتوا برج إيه؟ وكل واحد صح يمنشن صاحبه بتاع برج الجوزاء بمواعيد فيشين كده. ويا جماعة حذاري، ألاقي إشاعة إن أنا بحبش برج الجوزاء دي تطلع تاني. أنا ما عنديش بس فانس كتير من برج الجوزاء، والفيديو بتاعت برج الجوزاء ما بتعملش نسبة مشاهدة عالية، فبالتالي أنا بهتم أكتر بالفيديوهات اللي بتعمل نسبة مشاهدة عالية عشان عندي فيها فولورز أكتر. فول ستوب، هو ده الموضوع بمنتهى البساطة. شكرا، بحبكم جدا جدا، أشوفكم فيديو تاني. قولوا لي إيه أكتر صفة متفقة معاكم يا برج الجوزاء. شكرا، وإعملوا شير كتير ومنشن لأصحابكم اللي من برج الجوزاء. بليز تابعوني على السوشيال ميديا، على انستجرام، على الفيسبوك، وعلى اليوتيوب. ثانك يو، باي باي.